الدورات التدريبيه لمدراء المخيمات الصيفيه هي دورات سنويه دائما بتكون قبل المخيمات الصيفيه. بشكل عام هذا العام يعني كان عندنا تدريب مختلف كليا عن الاعوام الماضيه، لانه كمان صار هناك تطورات على صعيد اللجنه الوطنيه للمخيمات الصيفيه، بحيث تحولت لجنه وهيئه مستقله، هيئه بتتابع عمل المخيمات الصيفيه. دوره اليوم هي استهداف لمدراء المخيمات تحديدا. في هذا اليوم راح ناخذ مدراء المخيمات كيفيه الاداره ومهارات الاداره والتخطيط لهذه المخيمات الصيفيه. وبعد الدورة هاي راح يكون في عنا دورة كمان يشارك فيها مدراء المخيمات مع منشطين المخيمات الصيفية، وبتستمر لثلاث أيام، وبعد هيك بكون المنشطين في تدريب خاص حول المهارات اللي كل منشط بده يكون فيها. نعم أمين، أيضا هل سيكون هناك أيضا تغيير في الزوايا والتجديد في هذه المخيمات؟ طبعا، يعني كل مرة أو كل عام بكون هناك في زوايا أساسية رئيسية في المخيمات الصيفية، وبنعمل على أنه يكون هناك تجديد في كل مرة، إشي العلاقة بالبيئة، التثقيف الوطني، حقوق الطفل، الانتماء. وهذا المجال مفتوح للإبداع، إبداع المنشطين، إبداع مدراء المخيمات. وبصراحة أنه كل مرة إحنا بنحس أنه هناك تميز مخيم عن آخر حول طريقة الإبداع، طريقة إدارة المخيمات، طريقة العرض اللي بيكون في هذه المخيمات. وسؤال أخير وباختصار، كيف ترى استقبال مدراء المخيمات لهذه الورشة وهذا البرنامج؟ يعني الحقيقة أنه مدراء المخيمات متنوعين المؤسسات، كثير مؤسسات مشاركة من وزارات ومؤسسات أهلية، وهناك حماس واهتمام في هذا الموضوع. وبصراحة يعني موضوع المخيمات يعني بالتدريب كمان احنا بنشدد انه المخيمات الصيفية مش مخيمات لعب ولا مخيمات تسلية، هاي المخيمات هي عبارة عن مؤسسات، هاي مخيمات لها قوانين، لها اهداف، لها مبادئ، لها قيم. بالتالي بنحاول نشدد في التدريب انه مدير المخيم يجب ان يكون لديه الالتزام الكامل بهذه المخيمات. وانا يعني حكيت في التدريب انه المدير اللي جاي بناء على والله الدعوة او مارق طريق، انا بقترح انه ما يشارك في المخيمات الصيفية ويترك لغيره المجال، للناس اللي لانك انت بتتعامل مع بشر ومع اطفال، بالتالي هذول اكثر ناس اللي بدهم رعايه واهتمام. طبعا اليوم هو اليوم الاول لافتتاح الدورات التدريبيه للمخيمات الصيفيه، اللي هي نهايه بنعتبرها نهايه الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق المخيمات الصيفيه. طبعا من بدايه شهر 5 وشهر 6 كانت هي عباره عن مرحله التحضير والتخطيط للمخيمات الصيفيه، اللي أول خطوة فيها اللي هي بدء الدورات التدريبية لمدربين ومدربات اللي راح يقودوا المخيمات الصيفية لهذا العام. طبعا عدد المخيمات السنة في محافظة طول كرم حوالي 45 مخيم مقسوم لقسمين، قسم مدعوم دعم كامل من اللجنة الوطنية، وقسم نعتبره دعم ذاتي يعني من المؤسسات نفسها. الدورات التدريبية اليوم هي عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى بتم تدريب المدراء تدريب كامل. طبعا وهاي السنة يعني نعتبرها هناك بعض التغيير في آلية التدريب، كنا نركز إنه يكون التدريب مدته 4 أيام لجميع المدراء والمنشطين بنفس الوقت. السنة أو هذا العام كان التدريب بيختص بده يركز على المدراء، لأنه يعتبروا هم أساس نجاح المخيمات أو فشل المخيمات، فراح يلتحقوا بالتدريب يوم لحالهم، ويوم آخر راح يكون عبارة عن مجموعات مع المنشطين المخيمات الصيفية. والمرحلة الأخيرة راح تكون هي للزوايا التخصصية، راح تستمر لمدة يومين.